يا مساء الفل والهنا عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل نقنقه. النهارده هنعمل فريترز الكوسه، وبعد كده هنعمل مع بعض ايس تي بالليمون والجنزبيل. ايه المكونات اللي عندي؟ حاجات بسيطه جدا. عندي هنا شويه من الكوسه، وزي ما انتم شايفين مبشوره او متقطعه صغير قوي، وبعد كده اتحط لها ملح وعصرنا منها الميه تماما. وبعد كده عندي بيض، عندي جبنه بارميجان، وعندي دقيق، وده كل اللي عندنا. طيب عندي شويه زيت سايبه بيسخن كده على النار، وهاجي هنا وميكس الكلام ده كله مع بعض. فعندي كوسه اهي، البيض، الدقيق، شويه من الفلفل الاسود، والبارميجان، وهسيب شويه بس عشان في الاخر عايز احط شويه على الوش. ونقلب بقى الكلام ده كويس قوي مع بعض. نقعد نقلب لحد ما نلاقيه في الاخر عجن كده في بعضه، وما الاقيش دقيق خالص في البوله في الجناب، يعني نقعد كده ايه لحد ما نلمه كله. بصوا حاجه في منتهى البساطه، ما فيهاش اي حاجه، بشويه كوسه وكام بيضه هنعمل فكرة لذيذة جدا، وحاجة لطيفة قوي برضو تخلي الأولاد لو ما لهمش في الكوسة يبتدوا يحبوها. حلو قوي. حلو قوي. هنجيب المعلقة وهبتدي أجمع كده أهو، معلقة حلوة كبيرة كده بلس اهو، اضغط كده وهاجي هنا في الزيت وهنزلها كلها حته واحده. تاني شويه حلوين، اضغط هنا، اجي في الزيت وانزل. اهو ممكن اديها رشه بالفلفل الاسود ايه كده. اجي هنا اهو وهقلبهم بقى واحده واحده كده اهو. ممكن ابتدي انزل بقى شويه تانيين. نجيب الطبق ده هنا، احنا بقى ايه هنطلع منها على طبق التقديم على طول، واحده واحده كده تطلع نرص هنا. نرفع اهو. طيب خلوني اطلع فاصل على ما اكمل انا الشويه اللي موجودين عندي في الطاسه، نرجع نقدمهم مع بعض ونعمل المشروب على طول، ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا فريترز الكوسه وانا كملتها في الفاصل، واخدت بس رشه ملح وزي ما انتم شايفين شويه من الجبنه البارميزان عليها من فوق، وكده تبقى جاهزه على طول.
طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايس تي بالليمون والجنزبيل. عندي شويه من الشاي، عندي جنزبيل مبشور، عندي شويه من العسل، عندي عصير ليمون، واخيرا عندي مكعبات التلج. طيب هجيب العسل الاول، هنزل بيه في الشاي، وكمان هنزل بعصير الليمون. خلاص هنقلب الكلام ده كده لحد ما يدوب معانا. نقدر كده ايه نديله تقليبه وهو هيدوب على طول. عظيم جدا. من هنا نجيب الجاج بتاعتنا او الازازه او ايا كان هنقدم في ايه، هنزل بالجنزبيل، هنزل عليه بالتلج، غطيه تماما، ومن هنا هنزل بالشاي. نبقى كده عملنا مع بعض الايس تي بالليمون والجنزبيل، وعملناه مع فريترز الكوسه اللي زي ما قلت لكم احتاجنا بس اربع مكونات، دقيق وبيض والكوسه كمان، بس اديناها زي ما قلت لكم بشرناها، حطينا عليها شويه ملح، نتاكد بس ان احنا نعصرها نطلع منها الميه تماما. خلاص كده احنا وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض، سلام عليكم.